عند في مراته انت مش سبت لي العيال؟ طيب بعد ما موته قاعد يفكر عامل ايه؟ ما اقدرش احط ايدي حوالين رقبته واشوفه والروح بتطلع. ما اقدرش. إن عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جدا، ستودي بك إلى أوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة واللي بنخالها بنرسخ لمفهومها من الغاية، إن الجريمة مهما كان ذكاء مرتكبها أو فاعلها لن تفيد، وإن العقاب واقع لا محالة. تعال نشوف الجريمة دي اللي فعلا والله يعني كل اللي فيها متهمين. حرام اللي بيحصل ده يا جماعة. الأولاد ما لهمش ذنب، الأطفال ما لهمش ذنب، بنجيبهم الدنيا عشان نعذبهم ونموتهم ليه؟ الخلافات الزوجية تغور في داهية، أي اتنين يا جماعة بيكرهوا بعض ما يغوروا عن بعض. ما تطلع مراتك يا أخي، ما تسيبيه وتخلعيه يا ست، لكن ذنبه الأطفال. تعال نشوف الجريمة دي اللي حصلت فين. شارع حمد ياسين من شارع الهرم أو من شارع الملك فيصل بالهرم في الجيزة. زوج اسمه صابر متجوز وعايش مع مراته وربنا رزقه بطفلتين. الطفلة عندها سنة ونص اسمها شروق، وطفلة تاني سنتين اسمها مياتة. معلش انا بحب اجيب الاسامي يعني عشان ما اغلطش واجيب الجريمة كاملة. ميادة وشروق طفلتين زي الورد. يعني شوف بقى لما يحصل خلاف بين الزوج والزوجة، القانون بيقول ايه؟ الاولاد مع الام. لكن في بعض الامهات تقول لك ايه؟ لا، ياخد العيال هو ويتمر بيهم، انا مش هربي عيال حد. طب ما هو ولادك. واحيانا بتبقى عايز تاخد ولادها، اباها وامها يقولها لا انت طلعت بطولك ترجع بطولك، احنا مالناش دعوه باولاده، احنا هنربي عياله ارمهم له. طب دي واحده عندها سنه ونص والتانيه 3 سنين، اوديهم فين؟ فاحيانا بتبقى الزوجه او الام، طب يا ست عشان خاطر ولادك استحمل العيش، يمكن زوجك ربنا يهديه. ونقول للزوج عشان خاطر العيال، يقول لك العيال يعمل بهم ايه؟ هيتربوا اكن امهم ماتت. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه اللي حصل بقى؟ الزوجه سابت عيالها عند جوزها ومشت. طيب واحد زي ده اللي اسمه صابر هيعمل ايه في مياده وشروق؟ ده في طفله عندها سنه ونص، ده عايزه ترضع. حاول يرجع مراته مش عايزه ترجع، خلافات زوجيه، العيال بيعيطوا، الطفله اللي عندها سنه ونص محتاجه تاكل ترضع، والتاني محتاجه تاكل 3 سنين، يعمل الاب عند في مراته انت مش سبت لي العيال؟ طيب مش سبت العيال؟ هندمك عليهم. طب العيال ذنبهم ايه؟ اللي عندها سنه ونص دي كانت جايه الدنيا تشم الهوا وتمشي؟ كانت جايه ترانزيت قطع تذكر على الاخره بس نزلت الدنيا تتفرج عليها وماشيه؟ طب كنت جايبينها ليه؟ سنة ونص ما تعرفش، ده لسه ما تعرفش من أبوها ومن أمها، لسه عينها ما اتفتحتش، اللي عندها 3 سنين دي لسه يا دوبك شايفة نور الدنيا، ليه نحرمهم من الدنيا؟ ليه ما يعيشوش حياتهم؟ كانوا جايين ليه لما أنت لا تنفع أب ولا هي تنفع أم؟ كنت العيال كنت جايبينها ليه؟ راح صابر مسك شروق كتب نفسها موتة. مسك ميادة كتب نفسها ميتة، موتة، ليه؟ ليه يا عم صابر؟ اللي ورث ذنبهم ايه؟ بعد ما موتهم قاعد يفكر. عامل ايه؟ هالسجن، مراتي هتقول لي انا اللي قتلته. فضل شوف بقى فكر الشيطان. يفكر يعمل ايه بقى؟ عشان ينفد من الجريمه يتصل بواحد صاحبه. يقول له تعال انا عايزك، خير؟ جاي نشرب الشاي مع بعض. شوف الجريمه. لكن زي ما بقول في مقدمة الحلقة، مهما يكون ذكاء المجرم أو المتهم فالجريمة مش هتفيده ولا ذكاؤه هيفيده، وإن العقاب واقع لا محالة،
ويتجسد في الجريمة دي، بيتجسد في الجريمة دي. صاحبه جه ما يعرفش حاجة، الله أعلم ما كان صاحبه، ولا كان في خلافات بينه وبينه، ولا كان عايز يعمل فيه مقلب، أيا كان الصورة لغاية دلوقتي مش واضحة. هو الراجل بيقول هو اتصل بيه وجاء تشرب الشاي. طب مش معنى أنت؟ الله أعلم يا فندم. جه صاحبه ده راح مشربه شاي، كان حاطط له في الشاي مخدر، أفلام عربي. لكن أنا بقول التفاصيل كاملة. شارع حمد ياسين من شارع الملك فيصل الهرم الجيزة. صاحبه دخل شرب الشاي راح نايم، والتاني راح قفل باب الشقة ومشي وراح متصل بالشرطة. جات الشرطة دخلت لقت العائلين ميتين وراجل مكوع جنبيه، مسكوه هو اللي قاتل. الراجل فجل والله ما عملت حاجة، ده أنا شربت الشاي. طب الشرع أثبت إن فعلا في مخدر في الشاي، ما فيش جريمة كاملة. من خلال بقى جابوا أم العيال، إيه جات جوزه هو اللي موته، جوزه صبر هو اللي موته، خلافات بيني وبينه والعيال كانوا عنده ما رضيش يديهم لي، وفي الآخر خلص عليهم عشان ينتقم مني، وجاب صاحبه عشان يلبس القضية لما فاد من اللي هو عمل. والصاحب قال والله ما عملت حاجة. طب أنا أخنكم؟ لا. قال لي بيني وبينهم، أما هو الطفلتين ليه؟ هم كانوا ولادي، هم كانوا مزعليني في حاجة؟ ده ملاك يا جماعة، عيلة سنة ونص عاد أموتهم؟ لا. كلام منطقي. شهدت الجيران هم شافوه فعلا بيقفل الباب وبيجري. خلال ساعات تم القبض عليه. ايه يا عم صاحب؟ قالك حبيت انتقم من مراتي، وبعد ما قتلت العيال فقت من اللي انا عملته، لقيت نفسي اروح في حديد. اتصلت بواحد بيقول ان في بيني وبينه خلافات، قلت عم صفي الخبز شرب الشاي. قال ما دام انت سعيت للصلح هجيلك. راح عملت له شاي وحطيت له فيه المخدر. اول ما نام قفلت بابه ومشي، عشان لما يقوم اقول له اتهمه ان هو اللي قتله. شفت التفكير؟ مثل الجريمه. هنقول ايه؟ اعترافات تفصيليه، اهل المنطقه كانوا عايزين يفتكوا بيه لان الطفلتين ما لهمش ذنب. كل همه انتقم من مراتي. طب يا اخي انتقم معاه قدامك ايه؟ ذنبه من الطفلتين. عملوا لك ايه؟ لكن عشان نعرف يا جماعه ان في بينا بشر مش بشر. مش من ادمين. الاب اللي يعمل، انا عايز اعرف ده الواحد ما يقدرش يمسك فرخه ويخنقها، ما يقدرش يمسك قطه ويخنقها، قم امسك طفل ابني كمان. ده لو ابن عدوي، لو ابن عدوي سنه ونص وثلاث سنين ما اقدرش احط ايدي حوالين رقبته واشوفه والروح بتطلع، ما اقدرش. وده بنته سنه ونص، ازاي وهي بتعيط كده وتعمل رقبتها كده طفله، والعادة تالي السين لما كانت بتقول له يا بابا ما يعني انا مش عارف. دول عايشين في وسطين، ده بياكلوا ويشربوا ويتناسلوا زيين. ومراته كانت المفروض تستموت على العيال، اموت وما اطلعش من غيرهم، مش تيجي بعد كده اقول لك هو اللي قتلهم. طب انت يعني انت مبسوطه دلوقتي؟ مستريحه دلوقتي؟ انا يعني انا والله العظيم يا جماعه الجرائم دي لازم يكون فيها احكام رضعه. الراجل ده طبعا يعني القضاء المصري الحمد لله رب العالمين بشهادة العالم كله، احنا عايزين حكم يكون سريع وراضع. لكن هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.